مفاتح البشر والأمن والجنة في الصلاة والتسليم على مقيم السنة، وأن يتقبله مني بقبول حسن بجاهه صلى الله تعالى عليه وسلم. آمين يا رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان وطيب الممر كالأوتان. أعوذ بالله من الشيطان وطيب الممر كالأوتان. بسم الإله وهو الرحمن وهو الرحيم وله الأسماء. والحمد لله الذي أخرجني من الأهادي والأسى وسجني وأبدل الصلاة والتسليم على الذي خدمته تهليمي على الذي أورثني الكتاب وقعد لي تاليف الكتاب على الذي أورثني الكتاب وقعد لي تاليف الكتاب سيدنا محمد والآل وسيدي في الآل والمال سيدنا محمد والآل وسيدي في الآل والمال. عسى وإني حامد وساكر لمن به تتيب للمساكر. حمدت رب الله رب العالمين على الأمين والأمين والأمين. شكرت بخدمة المصطفي مستغنيا بسري عن مدفيم. مدحت خير الخلق من معرمي إلى انتساب العنسى تكرمي. لهم ابتدائي في الجمعة الثانية من وقادني خطوفا دانية. له صلاتي وسلامي من رجب لختم سلجة نهم المنتجب. يا ربنا بالمنتقى سلا سبي خير الورى بار الندى سنسبي. صلي وسلم ولتبارك سرمدا على الذي سميته محمدا وآله وسبي والتفي سائل سام بردا يرتفي. صلي وسلم يا إلهي على خليلك يا عبد الله وآله وسبي والتشكري سائل سام تنهر في كريم. يا من إليه بالكتاب أنقلب صلى على الماء من عبد المطلب في الآل وسبي وسب تسليما وخذ بإليما وتحليما. يا خير من كتب كل راسم في خذ الصلاة لمن آسم وخذ له التسليم في العالم سابي وللمسرات الماء. يا خير جالب الرداء وخير ناف صلى على من جده عبد مناف في آله وسبي وسلمي واجعل سروره دام قلمي وسل بالتسليم يا ولي على بشير جده قصي والي وسبي سد القرب. يا من لخير جاتي تهوي الكرب. يا من باب الفوز من خير استلاب سل بالتسليم على فخر الكلاب والي وسبي. يا من ما توجه الأبدار النبي فما يا موتي النفي بلا مدرة سلي بتسليم ألم نمر والي وسبي والتهمدي كلية الدنيا وأخرى تهمدي. يا من ألان لي كل سهبي سلي بتسليم ألم نكهبي والي ما سابع بدا يا باقي لي كونه لي بدا. يا من به ينقاد للمرجي صلي على من جده الوهي وآله وسبه وسلمي كما جعلته إليك سلمي. يا من به قلبت كل قالبي صلي بالتسليم على من قالبي وآله وسبه ولمنا وسب كل يبي وأمنا. يا من له سري ردا وجهري صلي بالتسليم على من فيري وآله وسبي وكني بما يسرني واسم كلي. يا خالقي وراسقي ومالكي صلي بالتسليم على من مالكي وآله وسبي وابلي
صلاح كل سالين قبلي والي وسبي وابلي صلاح كل سالين قبلي يا باسطا لي هذا بندري سلي بالتسليم العالم من ندري والي وسبي ومدني بشارة خالدة تمددني يا قادرا ستر بالجنانة صل على من جده كنانة وآله وسبي وسلما وبصرا بالأولياء والعلماء بلا إجالة ولا تسلسل وليقض خير كرا ونسل يا من ما أنسلوه بسيما صل على المختار من قسيمة وآله وسبيما السلام يا من توجه لخير الملام يا من وقاني مشركا ومشركا صلي بالتسليم العلم مدركا وآله وسبي يا من قار يلدى من اختفى ومن صار يا من به يغبطن الأقياس صلي على من جده إياس وآله وسبي وسلمي وسن بي كل يتيم من سلمي يا من أبى بيمن بدر وحدر صلي بالتسليم على فخر مدر وآله وسبي يا من جال عسى النسام خير سهر بنجال وآله وسبي يا من جال عسى النسام خير سهر بنجال يا من به مطلب يمن وحسار صلي بالتسليم على نور نشار وآله وسبي وبارك يا واحدا في الملك لم يسارك يا من لخير ساق كل كدي صلى على خير بني مهدي وسلم عليه في الأهل الإسام وسبي واذكر كرم ناس النسام صلي وسلم يا منان على الاستدان بأدنان صلي وسلم يا منان على الاستدان بأدنان والي وسبي ولبستي من فات تنتصرني تنبستي والي وسبي ولبستي من فات تنتصرني تنبستي وتلبيق وجهك الكريم ساي نسام مثقل التكريم وارفع مرديا اليك ساكرا وسفلي بك المساكرا يا ربنا صل صلاتنا مع سلامك على سلم سيدنا محمد والآل وسبي يا من قادر سؤالي يا من أبى بوزلي وليتجود بكل ما يسرني نفع بجود صلي بتسليم عليه أبدا وليكن بأمن قد أبدا يا واهبا وهبل نيتيا صلي بتسليم على بحيتيا صلي بتسليم على سيدنا محمد قائدنا مرشدنا صلي بالتسليم على سيدنا محمد قائدنا مرشدنا وآله وسبي الأبتالي يا مسلم سيد بلا إبتالي يا ربنا صلي ساتا تدفو مفسدا على الذي يصفو مع سلام ما سلام يجلب المصالح ولا لوسبي وسني صالحا ما سلام يجلب المصالح ولا لوسبي وسني صالحا يا ربنا صل صلاة تجبر كل انكسار وفاد تخبر ما سلام مسر ميراتي دنيا واخرى مولدا خيراتي على الذي سيرته للجنة عن كل ما يسوني والجنة سيدنا محمد والعالي وسبي في العال والمال يا من كفاني جالبات الخلل دنيا واخرى هاسما من هللي اوصي صلاة بسلام من نامي الى النبي الى النبي اكرم الانام الى النبي اكرم الانام سيدنا محمد والعالي وسبي في العال والمال يا ربنا صل صلاة كاملة على الرسول في المساء الجائلة سيدنا محمد والآل وسبي درر والآل يا قائدا
لما يسرني أنا ولتقد ما يسرني أنا وكنت لي من سعي اليوم إلى دخولي الجنة موتنا إلى وللصحابة دممتني بلا تردد فضلا وخيركم بلا بجاي وليخط المددا مسازانا كالكلي ترددا صل وسلم سرمدا على النبي سرور كل أغرب والنبي والي وسبي يا من كفى كل كسوان وفيدا وكفى يا الله يا رحمن يا رحيم يا كريم يا أكرم يا مكرم يا الله يا رحمن يا رحيم يا كريم يا أكرم يا مكرم يا الله يا رحمن يا رحيم يا كريم يا أكرم يا مكرم يا جلال المختار أفضل الصلاة كما بجائه وكيتني قلات فرحت بيني وبين المفسد دمهت بيني وبين المنجر وأبتلي الرداء به وسفرا بكل ما يسرني عشورا وأبتلي صدقا به كملتا به مراد قدمي قبلتا لسخت ما يسرني وينفو حميتني عن كل ما لا ينفو بداي أسمتني من كل ما يسوءني بأبد وأمنا يا ربنا صل وسلم أبدا على إمام المرسلين أحمدا وآله وصحبه الكرام يا باقيا تقود للمرامي يا ربنا صل صلاة ترتقي مع سلام في دوام مرتقي على الذي اتعظت وسيلا لك وأهوى في له وقيلا سيدنا محمد والآل وسبي بلال والمال يا من قبلت هذه المقدمة مرضية مذكورة معصمة يا من بجاي جلت خدمتي كخدمة الشعب والأئمة يا ربنا خل الصلاة النابعة ما ثاني ولتجور هافية مع السلام بالبلايا يسوء إلى سواء اليمنى يذهب مع السلام بالبلايا يسوء إلى سواء اليمنى يذهب على الذي هو الوسيلة ليها إليك في الدار نور الأولياء سيدنا محمد والآلي وسبي في الآل وفي المال واذكر بجاه الأسيم قتلي وعافي الرداء بخير السخطي واقبل بجاه البداية وهب لمن يقرأها ولاية يا من كبان السلك والفضولة والسنبا والرياء والتدليلة صلي صلاة خطقني أبدا المكره ثم اختفى أو قد بدا مع السلام عن قنوت يغني على النبي المنتقى يا مغني وابتلي كوني عبدا مخلصا في سر والجهر قديما مخلصا وابتلي خوفا اليك جرني من قبل ساسمتني من درني وابتلي خوفا اليك جرني من قبل ساسمتني من درني وابتلي خوفا اليك جرني من قبل ساسمتني من درني لك سكوري سرمدا بلا كور من يقبل الخطاب سانت السكور يا ربنا صل وسلم سرمدا على النبي ورسول احمد وعلي وسبي سبي الهدى وتلبي كليتي صرف هدى سلم تسليما على من الاجر عليه السلام بصوت وجار سيدنا حبيبنا محمد والآل وسبي وكل أحمد كفيتني ثقاوة ودهوة ولاية ونكرة وفهوة وهبت لي كون جميل أولياء أهبتي في قدمتنا إليا يا ربنا لا على من أنا بحب الجسم النبي الأسنى سيدنا محمد السلام وآله ما صحابة الكرام لقيتني قبل بي جدت ليا بخرق هادة فكتاب سيا من اشتريت
مالي اخترت البيو في شكران ودها كل متيم خواتري اسكنت في رداك كفيتني الليل ما يداك دعت فتريم فوق كل سومي دعت نومي كقيام ليلي كتابتي دعت اكبر الرداء لديك خط وقيتني خير الرداء يا من وهبت للامان والصفا يا من برحمن رحيم وصفا يا من وهبت للامان والصفا يا من برحمن رحيم وصفا صل صلاه صل بلاتا بها لا من مع الخطا واله وسبي والتكفني الى الجنان ما يجدر لشفني وصل افضل صلاه تغفر بها لقومي كل عيب تستر على وسيلتي اليك احمد واله وسبي ومن ادى واغفر لوالدي وترحمهما لوجهك الكريم وتكرمهما يا ربنا صل صلاه تسبق كل صلاه بسلام يسبق هل الذي له الاولى وسبق وبسوره استبان الحق سيدنا محمد والالي وسبي البرارة الأبتال يا من به وابت الاتصال وكرما وقيتني الجسال يا ربنا صل صلاة تكمل ما سلام كل خير يسمر هل الذي به خلقت الخلق وكرما به موت الفسق سيدنا محمد والالي وسبيل كملت الرجال يا من وقانية رداء والأسد وكلكلي صفيته من الجسد يا ربنا صل صلاة تبدل كل صلاة بسلام يقبل على الذي يسلم من يوم القيام إليه جملة الأماجن الكرام على الذي يسلم في يوم القيام إليه جملة الأماجن الكرام لكي يكون صافيا في الكل لكوني فوق الجميع تملي سيدنا محمد والآلي وسبيه يا محني الموالي وخذ صلاتي هذه لي مرضية مقبولة لدي يا ربنا صل صلاة لا يرى نسير ما سلام نوررا على الذي اتخذت وسيلة إليك وهو صاحب الوسيلة سيدنا محمد والآلي وسبي القرص المالي يا من به قارت الهداية ولي وهبت كرما أدايا يا ربنا صل صلاة خالصة من كل هب لا تكون ناقصة مع سلام كامل لا ينتهي على المصطفى المجمل به سيدنا محمد والآلي وسبي يا ساكر أفالي يا ربنا صل صلاة بسلام ما له ما نهاية ولا انصرام هل من عبد الله في الوجه البهي الكامل المكمل المنبه سيدنا محمد والآلي وسبيا من رم لأقوالي يا ربنا صل صلاة دائمة على بالبتول نهمة فاطمة مع سلام فائخ مبارك فيه وسيد فيه لم يشارك سيدنا محمد والآلي وسبيا من رم لأهوالي يا ربنا صل صلاة نائرة على المنير في المساء البائرة وهو الذي ليس يرى ثروهم إذنا ومهنا الذي يراهم وهو الذي ليس يرى ثروهم إذنا ومهنا الذي يراهم سيدنا محمد والآلي والسهب يا من قادر أمالي سيدنا محمد والآلي والسهب يا من قادر أمالي ولي به سرة رب صدري كما به أتت فضلا مصري ولي به رفعت فضلا سكري ولي به يسرت فضلا أمري يا ربنا صل صلاة تسدو ليبئني لك ممن وهدو ما سلام نائر ينوّر كل يديك ما لا تبصر هل الذي بي أروم كل ما أروم منك نبي المحتمى سيدنا محمد والآلي وسبي من راد لأقتالي سيدنا محمد والآلي وسبي من راد لأقتالي يا من كباني سيد دلالي خبل به وجدت بالعلالي سلي بالتسليم عليه في الجميع آل وأصحاب الله أن تسمي
يا ربنا صل صلاة تنفه لخير النبي كل ما يرويه مع سلام ليجور البسرى بلا انتهاء ويسد الأجرى هل الذي خدمته لي جلبت سعادة ولي قلبت سيدنا محمد ولا علي وسبيا من جاد بالكمال بالهلم والأمل ولا داب والفتح والفهيل بلا حساب يا من به أسمت من إخلالي في العقد والأقوال والفعال يا ربنا خذ الصلاة والسلام إلا الذي ما الصنوب والملام سيدنا محمد ولا علي وثبي يا من جاد بالمال يا رب ستني برسولي إما والتقني جهلا وستني فهما يا ربنا قد الصلاة والسلام إلا الذي أكرمه بالانتسام سيدنا حبيبنا محمد وآله وثبي ومجدي يا من حياتي به مباركة جعلت يا من جل المساركة يا من أباب سفي والسلامة وجدت بالجاه بلا ملامة يا من أبا بالسفي والسلامة وجدت بالجاه بلا ملامة صل بتسليم وبارك سرمدا على النبي ورسول أحمد وآله وسبه وأبله من أن تودها القيار قبله يا ربنا صل صلاة تصرفه لخير النبي بالدان لا تغرب مع سلام جالب ليسنن على الذي به وهبتلنن سيدنا محمد والآلي وسيبي وسمنه التلالي يا ربنا صل صلاة لتجود بما يسرني وكله تجيد مع سلام ليخلد منن على الذي ما أنا والفتن سيدنا محمد والآلي وسيبي في الآلي والمال يا من له كل بلا مساركة يا من وقاني مدركا ومدركا صل صلاة للجنان تجلب وليعده دون لغيا تغلب ما سلام خائد لما وهب إلا الجنان مانعا ما لا وهب على النبي المصطفى محمد وآله وسبي وقلدي على النبي المصطفى محمد وآله وسبي وقلدي وسارتي بجاهي وكوني لمن لهم تصرف في الكون يا ربنا صل صلاة دائمة على الذي لست أسأل قادمة سيدنا محمد وسلمه والعالي وسبيه كل من تمي يا وايب التقريب باتصالي ومانع لا داعي بانفصالي صل صلاة لا تسأل قائدة إلى النبي سلبره فائدة مع سلام تجلب لا داعي إلى الرسول من كفاه داعي سيدنا محمد والآل وثبي يا من قاد للسؤال يا ربنا صل صلاة تصبو كخير النهينا الأسى فيصبو مع سلام بالمراديات على الذي لجاد بالآيات سيدنا محمد والآل وثبي وشمني من الجدال يا ربنا صل صلاة النامية على الذي إليه قدت القابية سيدنا محمد ولا علي وسب وسمي من انشفال يا ربنا صل صلاة تاردة كل عدو قبل خلط ساعدة بأنني عبد الإله وقديم رسوله الذي سيادة تدوم بأنني عبد الإله وقديم رسوله الذي سيادة تدوم بأنني عبد الإله وقديم رسولي لسي سيادة تدوم ما سلام يمنع الإخلال ويمنع الشيطان والدجال من التوجه لنبي سرمدا على النبي ورسول أحمد وآله وسبي والتذكرى رسمي الصافة لنده واذكرى يا ربنا صل الصلاة راجع كل ساعة ساعة سوق الناجع مع سلام فائق لا ينتهي لا بالقاسم سلوك البهيم سيدنا محمد والآلي وسبيه في الآل والمال يا ربنا صل الصلاة تنتسب لخير النهي الأسى فيسب بلا توجه إلا يما السلام تهب لي به المنى بلا ملام هل النبي
منتقى مخدومي ولا لوسب سوى التقديم وتزيد رايات بسرى لو وكن لي بالهدى والبسرى لك سكوري سار دينك ولا زال سجاد منك يا ربنا صل صلاة هنيا مع سلامك على من أسميا عليه في الكتاب سيد الورى محمد من الفؤاد نورا وآله وسبيه والتزرفي إلى سواء ما يسوء ينصرفي يا ربنا صل صلاة تخلب من لم يحبني بها فيخلب حل لسي خاد الرجال والنساء إليك الناس عن رئيس رؤسا يا ربنا حل لسي خاد الرجال والنساء إليك الناس عن رئيس رؤسا سيدنا محمد والآلي وسيبي وشمني من السلسالي يا ربنا صل صلاة بسلام علمني عبد الله مسب الملام يا ربنا صل صلاة بسلام علمني عبد الله مسب الملام سيدنا محمد والآلي وسبيب الآل والمال يا ربنا صل على قطب الكرام سيدنا محمد بالانسرام وآله وسبيه والتصرفي لخير النبي ما سعى ينصرفي يا ربنا صل صلاة بسلام على سفي صفاء في القيام سيدنا محمد والآلي وسبيه كملة الرجال والتقن الحرج في دنيا وفي أخرى أيا أخرى يا من لأتاب مألفين والتقن الحرج في دنيا وفي أخرى يا من لأتاب مألفين والتقن الحرج في دنيا وفي أخرى يا من لأتاب مألفين يا ربنا صل على المختار وعلي وسبي الأخيار وسلما يا واهب الرجوع عن التغرب بخير الجوع يا ربنا صل الصلاة تتقل على إبرة وأمنا يكمل على رسول الله عبد الله حبيب الله ابن عبد الله على رسول ابن عبد الله حبيب الله ابن عبد الله على رسول ابن عبد الله حبيب الله ابن عبد الله على رسول الله عبد الله حبيب الله ابن عبد الله على رسول الله عبد الله حبيب المهايم عبد الله سيدنا محمد وسلم وآله وسبيه واسمه يا من كفاني النفاق والسكوك قبل به ورتني بالملوك وجدتني بتوبة النسوي وباستقامة نوب الفتوي وجدتني قبل بخير تربية لسائر نبات وترقية يا ربنا صل صلاة تجلو اللي في الدارين خيرا أطلب مع السلام قد يساسي ولاسا لخير النبي ويسد المنفذة على الذي لستعر مبدلا بوسيلتي إليك صلو الله سيدنا محمد ولاني وسبي يا مصيب الدلالي يا ربنا صل صلاة تجلي أني بتسليم الدين وأفي على الذي أثري الاتباقي به بلا نوم على البراقي على الذي أثري الاتباقي به بلا نوم على البراقي على الذي أثري الاتباقي به بلا نوم على البراقي سيدنا سفينا المقدم محمد فخر سوي التقدم سيدنا سفينا المقدم محمد فخر سوي التقدم وآله وسبي وحب النسام عبدك الساء وقتله بك فخر سيد تقدم سيدنا سفينا المقدم محمد فخر سيد تقدم والي وسبي وحب النسام عبدك الساء وقتله بك الإسام واكسف له بلا ناين الأجب عندك تلهم مسرة النجوب وتل نسامه بإبادة مقبولة
بابا الى السعاده وعد سلامك دواما كلين للمنتقى وللعباد سالين وجل بنايبه مساجد عند كليم والتقن المفاسد والتساني كل من اخدمني خيرا وبارك لي فيما لي بني يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا هبنا صل وسلم وتبارك سرمدا على نبيك رسول احمد وهو الذي سميته بمجتبى والال والاصحاب اهل الاتباع وسلم بالتسليم يا رحمن على الذي به اتى الامان وهو الذي سميته بمنتقى والال والاصحاب اهل الانتقاء وسل يا رحيم يا علي على الذي سمعته امي واله وسبي الاخيار يا من كفاني جمله الاخيار واله وسبي الاخيار يا من كفاني جمله الاخيار واله وسبي الاخيار يا من كفاني جمله الاخيار انت ولي والنبي وسيلتي صلى عليه وسلم فضيلتي الى سواك لا اكون راكنا بك اليك لا اسال ساكنا لي كنت في الدنيا وفي اخرايا وابدا تقود لي بسرايا وقيتني القرور والاشيانا والمكر والشيطان والطغيانا قد قلت ساتوجه اليك يا سمدي متكلا عليك مصليا مسلما على النبي ناوي شكرا بالكتاب مدنبي ملك صلي ولتسلم سرمدا على الذي امره قد مدا وهو الذي سميته مختارا وقد له في ابد مختار واله وسبي كما قدا كل به لك وسني رقدا قد قلت للألوم والبرورا عبد من كفيتني خرورا يا السماء والأراضي والأرض إلى رداك لي قلبت الهوى فأبتلي بالمنتقى المبراري كونك لي وسنت لي أسراري فصلي سرمدا عليه بالسلام يا باقي الله لي توجه المرام يا ربنا صلي صلاة تغني كل بيان الأسى يا مهني مع سلام النائر ينوير قلبي وتات من المنى والبشر في كل شيء لجنان راديا انك بما تيبو لي ماديا على الذي بي اروم كلما ارومه منك سفير مهتما سيدنا محمد والاله وسب يا من قد ما وجاني يا من كفاني كل شيء دلالي فاسمتي فاسمة من جانب الأخطار يا من كفاني كل شيء إدلالي فاسمة من جانب الأخطار فقتل الإسمة من فسادي وجملة الخلاة والأساد يا ربنا صل صلاة تنطق إلى سوانا كل ما يرويه ما سلام قد يديم البصرى أنا كما لنا يقود النصرى أن الذي خدمته لي جلبت ملتما يزرني واسمت فخاد لي دنيا واخرا اجرا بلا حساب رافعا لسكرا سيدنا محمد والاهل وسبيا مسلسل سالم وجدت بالتمكين والرسوخ وقلت لي مواهب السيوخ وراثه منك اليه الجنان والسوا ينتهي ديخ السمان وخذ صلاه بالسلام نالي إلا الذي خدمة أهمال سيدنا محمد والآلي وسبيا من رمى لي أهوالي وستني من جودا وإلما وأملا وأدبا وفهما يا رب قد خير صلاة وسلام إلا الذي خدمته تمن مرام وهو الذي من كبين تمنا بلا حساب أو حساب وأنا سيدنا محمد أبيبنا جنتنا جنتنا سكينة يا من به خلقت لي سلامة والعدل والصف بلا ندامة يا من آياتي به مباركة يا من جل عن مسارك يا ربنا صل صلاة تسرب إلى سواء كل ما يقيه مع سلام جالب خير الأمن بلا هدى ولا جوى ولا فتن على النبي المنتقى محمد وآله وسبيه وقلبي
بشارتي به وخلف كوني سرورا عن الأسى أساسوني يا ربنا صل صلاة النامية على الذي به قطوف دانية سيدنا محمد وسلم وعلى آله وصحبه وكل من تميم يا ربنا صل صلاة النامية على الذي كنت دواما راجيا ولي حققت رجائي فيهم مع سلامك بمختفيه وهو نبيك رسول أحمد والي وسبي يا سمد كما به وابتلي الأمال وقد ما تضر والدلال يا ربنا صل صلاة بسلام علمني عبد الله قائد الكرام علمني عبد الله قائد الكرام وعانيه وسبي يا من صرف لخيرنا سيطانا خطا فانصرف في ساهر وباطل بخير توجه لجهات أوديه يا ربنا صل صلاة بسلام على سفي صفاي في القيام سيدنا محمد والآل وسبي المسسي الدلالي سيدنا محمد والآل وسبي المسسي الدلالي يا من وحدت لي في الدنيا وفيهم أخرى يا ماما أساك الأسبي وحدت لي بركة الباقي القديم وخيتني مكر بجاه الأسيم يا ربنا صل صلاة تنتقلوا خير سرور أسقان يهزلوا على فؤاد المنتقى على النبي رسولك المقرب المقرب سيدنا محمد وسلم وعلي وسبي واسمي يا ماي النفاق والسكوك ومغنيا بك عن الملوك يا ربنا صل صلاة تنتجلبوا إلا في الدارين خير نلبوا مع السلام دافين لخير ما ساني وليتيب ميري لا بيبك الذي سينتا لك بي يا من إليه منتا سيدنا محمد والعالم وسبيا مكمل الأمال يا ربنا صل صلاة تنتصدو لي بأني لك قطا أبدو مع السلام ليخلد البزر على النبي المنتقى خير البصر سيدنا سفيهنا مقدمين محمد وسيدتي وسلمي يا من جعلت هذه المقدمة لديك دون مرية ما سما يا ربنا يا من ترى سير السلوك أني كما كفيتني كيد الملوك خذل ولا توجه القرورة لي أبدا وخدت للبرورة سلي بالتسليم بلا نهاية على النبي سلم والإداية سيدنا محمد والآلي وسبي في الآلي وفي المال يا من جعلت النصف عبادة مقبولة تخلد السعادة يا ربنا صل صلاة دافعة إلى سوانا ما يسوم مانها من كل ضر ما سرى من جالبي بلانا لأفضل المطالب من كل ضر ما سرى من جالبي بلا أنا لأبدل المطالب على النبي المنتقى محمد وسيلتي إلى خليلي سندي وآله وسبي يا من جال كل رداك ورداء فانجال وآله وسبي يا من جال كل رداك ورداء فانجال يا ربنا صل صلاة طاهرة لي لدا بلا لقاء خائرة ما سلام لي يرتيب السمن بلا سن ولا جوان ولا فتن وليقود البسر والوداد دنيا واخرى يجلب المراد وليديم ما أحب أبدا الله وسيلتي إليك أحمد وآله وسبه يا من وهب لي النوالا قطنا كل الطاب يا ربنا صل وسلم سرمدا على النبي الآسمي أحمد وآله وسبه وقريا في كل شيء الخيور ربيا كما هو يوبيا ما هو يا قدير ولي وهبت ما سا بلا قرور وقلت لي منفعة بلا ضرر كما ما هو أن ألاقي القدر وسليا عليه بالتسليم في العالي والسبي سوي العلوم يا ربنا صل صلاة أسنى من خيرها على رئيس الأسنى سيدنا محمد والآلي وسبي الأسس سوي القتال يا من بهم كفيتني لنا وكل شيء يجلب سقا وغدت لي بسارة معبد لي الصفا نوردا ومددا وغدت لي بسارة معبدا
يا صباحا وردا ومطرا فخذت لي وسارة موافدا لي صباحا وردا ومطرا فخذت منك لي بهم سلام ولي بهم تخلد الفلا وجدت لي بسائر وباتني وجدت لي منك بسر كامن والهلم والأمل والآداب يخط والصواب والصواب يا ربنا سل صلاة صافية هل الذي إليك دافية بك وسلم سرمدا عليه في آله ومن نمي إليه وجملة الرسل وكل الأنبياء في كل من وافقهم يا ربي كما مداد يبي وقلمي جعلت مثل أسيوف وعسمي يا من جعلتني مثل السحاب لبسا ومهنا دون در وخراب وزرت مثل من جميع الخصوات هدر قبل وأجبت دعوات وصرت مثل من جميع الخصوات هدر قبل وأجبت دعوات وقلت لي تسمو قربة وقلت لي بكل شيء قربة وهادتي بك قد إبادة مرضية مقبولة سعادة يا ربنا صل صلاة راقية طيبة بما يسر آتية ما صلاة من مصيب لخيرنا سوان ودرا ويس في ميرنا هل الذي ما النمير نبها الذي كما يداه قما هل الذي ما النمير نبها من يدي كما يداه قما هل الذي ما النمير نبها من يدي كما يداه قما سيدنا خليلنا الحبيب محمد في القرب والتقريب والآل والسهب العبادة كما إليك تقرق العادة يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا هبنا أمرتنا بأن نصلي على سيدنا الذي البرية على محمد وأن نسلم على يا باقيا أبقيت سرمدا أولا فسرمدا صلي وسلم يا كريم علي في الآل وهو الإمارم يا ربنا صلي وسلم سرمدا على نبيك رسول أحمد وآله وسبه والأنبياء والمرسلين ولتكن لي ربيا واغفر لكل مؤمن ومسلم ومحسن بمصطفاك العلم للمؤمنات ولكل المسلمات والمحسنات تغفر بخير النقمات وسب بجاه المنتقى كليتي من خير السف والتسف نيتي وجل بحق وجهك الكريم يا واهب الاسمة والتكريم روف ساني سامي خير بركات وسكنا تسكن مال وركات يا ربنا سلي بتسليم سما يا سل الآية والأراد والسما هل الذي خدمتهما السما سيدنا محمد من أسمام وآله وسبه ووجهه يا من له في سرمد توجه كل عدو لسواه نادما يا من كفاني بالنبي صادما وانصر على بركات دون در ولسواء كف كل من يدر والتجاج وبيوه مالها خير الجاج وبيوه راديا والتجاج وبيوه ماديا خير الجاج وبيوه راديا والتجاج وبيوه ماديا خير الجاج وبيوه راديا ولي أسل ما يسيد أمدا يا صارفا إلى سواء أمدا يا من أباني يا من أماني كاجل الدين يا ربي يا ملك يوم الدين صلي وسلما على خير النبي سرور كل أغرب وأنبي سيدنا محمد ولا آله وسبي في العال والمال واللي أبكني سرور البررا يا من قبلت درر المكررا وحب لي الكتاب دون دغري وكل ياسم من أدن وخرري وجل به كل يدي خير التقى يا خير منسل يجود بارتقاء ما تسوى سنيان قلوبي خبل الأسى لجدت بالمضروب هديتني بكسرات مستقيم يا مصبا أني جوالب السقيم بك استعنت وأنت يا معين يا من لخير يوجه اللين كفيتني ساقد بن وزع الدلال بغير تزليت على يسال جلال مهوت يصدني عدو إلى جنان الخلد يا متو ليخط بالأداء وبالتقابلة مكرن فأنت خير من تقبل آمنت بالخيب وجدت بإقام الصلوات الخمس
أجلت المقام أنفقت فيك من ألان تيبي قبل بخدمة النبي تيبي آمنت بالكتب التي أنزلتها جميعا وتوبتي قبلتها ليقفرت ما تقدم وما قد كان تحت آخر مقيما يا من أمرت بصلاة وسلام على نبينا لزم الملام ليقفرت ما تقدم وما قد كان تحت آخر مقيما يا من أمرت بصلاة وسلام على نبينا لزم الملام به تقبلا بقدر السماء ساتك يا باختي المقدمة وعندك تلها خبيعة النيا وبردا فاق سنون كنيا يا ربنا بجاه خير الرسل عليه خير الصلوات المرسل في آله وسبه وقتلي من رام ما يسوني وقتلي وسرمدا صلى عليه بالسلام في الآل وسبه مسابه السلام وصلي سرمدا وسلم ربيا على جميع الرسل ثم الأنبياء ثم على الملائكة الكرام يا من بهم تقود للمرام يا ربنا بجاه جبريل الأمين من بالأمين قد باصني الأمين ذلي بأسرار كتابك المكين يا من له بالمصطفى مني سكون وست يا ربي سلاما منك يا من رزقتني من لدنك يا ربنا بجاه ميكائيل يا من به خلت لي التنويل أصبت من لم يطلبه مسرتي كنت باصرت لهم مدرتي السلامك علي والتاب يا منا يا من بأداء إسحاق يا ربنا بجاه إسرافيل قبل ما يخلد التنفيل وقد سلامك إليه وفيها هدنه قبل أسن وبصفيا يا ربنا بجاه إسرائيل قبل خير من أو تدليل وقد سلامك إليه وقد للبصر في موادي ومرقدي يا من به وليت عن ويوبي بالتوبة وجدت بالقيوب أخرجتني مخرج الصدق قبل يا من به انتفى الأساء والكبل لك خطابي قبل طالبا كما أجبتني بما فاد الحكمة وليت قبل اليوم كما بيت وفي الكتاب بدو سرات يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا هبنا منايا لي خد تكفيتني المرام بالمنتقى بقبل بهذا الكلام أحمد ربي الذي قد صفها سيدنا محمد اصطفها وهو الذي له جميع الأنبياء كرسل أفنه السلام ربيا علي في الآل وفي سبب ما جملتهم كما الإدال يقما عليهم أزكى صلاة بسلام في آلهم وسبهم بلا ملام يا ربي يرضى أنسيابهم ومن تبعهم بالحق في كل زمن يا باقي اللي كنت به الجميل بلا مخافة ولا قمول سلم تزين على ما هدما بك لقائي إذا فما يا خافرا مهد أيوب يا سمين يا من به التنب دري الجموع سلم تزين على السجائم كفى الإداء وجملة الأوجاع وهب الإسمة ليوصيها كليتي بكفة مصاها ووهب الإسمة ليوسهها كليتي بكفة مصاها يا من بي بقيت سائماني بكمال الإسلام والإحسان يا من بي بقيت سائماني بكمال الإسلام والإحسان صلي بالتسليم على ما اتهب سيدنا محمد من لم يهب وآله وسبه والقافية يا من سلبت لي النور القافية يا من حياتي جهلت نافية بك إلى خير الجنان رافية سلي بالتسليم على المصطفى في الآل وسبي رجال الأنف يا من حياتي جهلت صافية من كدر من كل داء صافية نافحة لمسلم ومسلمة معصومة من مجرم ومجرمة سلي على وسيلتي وجنتي عن كل ما يسوني وجنتي صل على وسيلتي وجنتي عن كل ما يسوني وجنتي سيدنا محمد والآلي وسبي بالآل والمال يا من جعلت سن سام الجنة عن كل سوء وسبيل الجنة
دلال المختار في اللواي كما به خطرت تحتواي ما زدت في الدار من أتاي بلا تكلف ولا قتاي يا من إلى سواي أصبت المبيم دلي بتسلم على نور ربي ونور خيره من البرايا كما به تقود لي بسرايا يا رب صلي على خير النبي محمد مع سلام مذنبي وآله وسبه يا من وهب لي المنى ولم توجه لي رهب يا من أسمتني من قلاتي وجدت لي بسبي والسلات منذ على خير الورى صليت وبردا كل قتليت وقد تلرفت إليك بالدعاء يا خير من دعا ودعا قد دعا لكونك الرب وكون الحبدا أقول يا خير خير النبدا صلي بالتسليم على سيدنا محمد يامن به مال أنا فليخليت الحاجة تستخناي بكما شكور وصناي صلي بالتسليم على خير البصر من لي توسل به خير بصر سيدنا سفيهنا محمد وعلي وسبيه المد يا الله صلي أبدا وسلما على الذي تقديمه قتلما سيدنا محمد وكرما كما به ليتجيم الكرما يا من به خير ردائكما أني وأنت صدك لي بما صلي بالتزنين عليه وجلي نسمي يا خير جسا ينجيلي يا من ما أني ما من صدر من اللقاء واليلاء تبدي القدر صلى على خير الورى الأسيمي وغلو التبصير في النسيم يا من بفضلك خبرت لي الجميل ما ساء مني من ذنوب ياسمي ونيتي جعلت خيرا من أمل وبردا لي توسل الأمل سلي بالتسليم على المقدم كما توسل إلي قدمي يا من يقود لي خير قوتي كما جعلتني من الوقوت وفرحة الساعة والأيام في النوم والجلوس والقيام وفرحة الأهوام والسور وفرحة لجملة الدور وفرحة المختار والصحابة كما كفيتني هذا الصحابة وفرحة الملائكة الكرام يا باقي ان تقودني مرامي سلي بالتزيم على المحسن يا من بي قد قلت لي بالاسم يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بخريب ومجيب سميا يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بخريب ومجيب سميا يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بغريب ومجر سميا وجه السلام القديم الباقي سلع الدين سبي واتباك إلا النبي محمد والآل وسبي بلال وبالمال بجملة الرسل الكرام والجميل الأنبياء يا كريم يا سمين وعد سلامك إلى السمانية في جملة الأملاك وسر الفانية منستر الذي صرفته إلى خريقة ببدل قائلا يا من نسامي صلاة ساكية جعلت أصبت هداية باكية إلى سواي ولقير ماليا أخترته لتسوق ماليا فلك شكري مع عمد خالدي يا عذرا لولدي ووالدي يا من وهبت لي ما أختار بكونك الفعال ما تختار ولكتابك خليلا صارا وقلت لي بأمن أنصارا سلي بتسليم هلا من رديا هني كما بكما من رديا سلي بالتزليم هلا من رديا هني كما بكما من رديا يا من بي قصرت جار الله وجار أفضل عباد الله يا من بي قصرت جار الله وجار أفضل عباد الله يا من بي قصرت جار الله وجار أفضل عباد الله بكل ما يختير من مباي مع الصفا كلية بالرباي سلي بالتسليم على خير الرسول كما به قد كنت لي بخير رسول فعاليه وسبيه وفريهم كليتي والتهنية عن تري واترب بفضلك قلوب السلامة لخير الدر مسلم أو مسلمة ولا واترب بفضلك قلوب السلامة لخير الدر مسلم أو مسلمة ولا تواخذ الذين أسلموا بما جنوا واغفر لهم ليسلموا ورجه الشيطان حيث خرجا لخير ما لنا يجر عرجا وايس الشيطان حيث كان إني وصفي بكليل إسكانا ومتوجه اللهين والإداء لما يسوني وسس من أدا وجه أصل
الأرداي والأبدانا لخير ما لاخترته بلدانا يا ربنا بحرمة الكتاب قبل إثمة من الإتاب يا ربنا بحرمة المصطفين خل السهادة وبه ديوان فين يا ربنا بآيه وبالسور قل لي إلى الجنان أبدا سور يا ربنا بالمنتقى خير البصر قل لي بأسن الصفاء والبصر يا ربنا صل وسلم سرمدا على الذي سميته محمدا ولاني وزاد بحق الفاتحة وسكر قدلي ليا مفاتحة لك لوجهك الكريم يا عمدي يا غادر لقتي وامدي حمدي وسكري لك يا إلهي يا من كبان كل جان الله كل بما يسر رب العالمين بالأمين والأمين والأمين كل بما يسر رب العالمين بالأمين والأمين والأمين كل بما يسر رب العالمين بالأمين والأمين والأمين هب لي في الدارين ما يخبطني به سواي والجسد يأتني هب لي يوم الأسر ربي عجبا يخبطني به الخيار نجبا لك للجنات نهيم يا عليم كليتي عبادة المعلوم هديتني بك صراط المستقيم وبالصحيح قد كفيتني سقيم كفيتني ساخد بن وساد ثلاث وقلت لي بلا إساب بالعلال أدخلتني بقلب كل سيفلا وكنتني للجنان بالصلاة يا بسارة تدون للجنان وفي الجنان قلت طيب للجنان لك توسلي بحق البسملة يا من أسمتني بحق الأسبلة لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم بآله وصحبه لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم بآله وصحبه لهبد ربه قديم المصطفى تي المقدمة نورا يستبى لهبد ربه قديم المصطفى تي المقدمة نورا يستبى لهبد ربه قديم المصطفى تي المقدمة نورا يستبى أحمد ربي وأمده الرسول صلى عليه وأبابين وأباني بسول وحيد الله ولست أشرك شيئا به إن سوى يشرك وأفضل أموري بالنبي عن كل ما لم يدسى تجنبي أذكره جل على كوني لا وكونه لي بمن قد فضل هو الإله وهو الرحمن وهو الرحيم وله الأسماء أقول لا إله إلا الله محمد الرسول من مولاه أقول لا إله إلا الله محمد رسول من مولاه أقول لا إله إلا الله محمد رسول من مولاه لهم من الله صلاة بالسلام أبقي كما مهال ويوب والسلام له بآله وسبيل الكرام كنت سلامي الذي أعطى المرام إني أقول ساكرا وساكرا لله من لي طيب المساكرا الله ربي ولي أبدا أبدته وخيره لن أعبدا هو على كوني القديمة للمصطفى الذي هو تقديما لو صلاة منه جل بالسلام هني يرمت وهباني بالكلام هو التوالى هو التهالى هو التهالى مالكي ورابه وهادسي ورازقي ونافي محمد صلى الله في الآل وسهبي ومن والله عجبني الله عن الأسرار به مقدما لدى الأبرار محمد صلى الله في الآل وسهبي كما أحلاه محمد صلى الله في الآل وسهبي كما أحلاه ما توجه الأسالي والصرف باق به درين خير فانصرف دها مدادي لسجرين كوني قديم من جهل نور الكون رسولنا احمد عز العربي وزينه العجم اهل اقرب سلام زين عرش عظيم انصرا على الذي به وسمت من قرى وجه سلاميك لافضل البشر فلال وسعد وخليل البشر لمنتقى قل مننا لا تنفدوا يا خير مؤمن بهداك احفظه انت الاله لا اله غيرك يا من اتاني دون ضر خيرك
لك سماء الأرض والهواء كما على عرش لك استواء لك البلاد والعباد ولك البر والبحر أين فلك هب لنبي المنتقى بالانتهاء في لال وسع بجميع مصدها صل عليه سرمدا وسلما في لال وسع ومن قد أسلما لو تريد دار صلاة بسلام هني منك يا قدير يا سلام للمصطفى ولال والسهاد اكتب سلاميك وصم سهادي اوزن له جملة ما يحب في لال وسع فأنت رب أنت الإله والواحد القهار لك البحور ولك الأنهار أنت الإله الواحد القهار لك البحور ولك الأنهار لك بلاد مثاي من برايا يا من به تقود لي قرايا لك تهي دنيا وتلك الأخرى يا من جعلت كونه لي زخرى هب للنبي المنتقى سيف حيث بدا هل لنبي المنتقى حيث بدا او غاب ما استهى صفاء ابدا تسليمك امامي عليك بالكرام من اله وصحبه بالانشرام عليه صل وسلم في ابد في الال وصحبه كما مع الكبد اليه في مدينه المنوره قد خدني يا محسن قد صور للمنتقى المجمل الجميل قد خدني بالشكر والتجميل اقبل صلاتي وسلامي على سيدنا محمد باب الولا عليه صل سرمدا مع السلام يا من كبيتني يا من كبيتني كل مرام عليه صل سرمدا مع السلام يا من به كبيتني كل مرام عليه صل سرمدا مع السلام يا من به كبيتني كل مرام له لآله وصحبه اكتبي خير صلاة وتقبل كتبي يسير له جملة ما تعسرا على سواه وفيه ما عسرا هب للنبي المنتقى بسع نظام عبد خروجي من بشارات عظام ولي لأفلال البرايا يا قدير يا خير مغن بالإجابة الجدير للمنتقى أوجد بشارات الكريم يا من لديه منهم ليس الطريم له بآله وسعبه رجال أوصل منه دون كد ومجال مرتليا عن سعبه ذوي الكمال يا ذا البلاد والعباد والجمال بارك بجاه المصطفى في ذا لسام وجره من بعد أيادك العظام آت النبي المصطفى خير السلام بعد صلاة والتبارك في القيام إن القلام يا كما كأهمال سحاب يا من كفاني ذر الريح وسحاب إن القلام يا كأهمال سحاب يا من كفاني ذر الريح وسحاب للمنتقى أوزن جميع ما يذي من خدم مني وأمن حيظي هديتني هداية منتدزة من آلها أصبتك منتدزة وجهت لي زمنها ووجهها إلى سواي حدها متجها سني وسن ما قيل لي مع المفسدة ولا توجه لهدا أو حسدا حكم جلي بخير حكمي وجل فؤادي زرب ذكر محكمي بدي وهدي أن أكون أكبرا آيات باق يبدي يباهي كبرا هدمت باطلا بحق المصطفى بك خديما للنبي المصطفى هدمت باطلا بحق يصطفى بك خديما للنبي المصطفى بقية المزيل ربي الكريم ذكرا وشكرا وثناء الله يريم ولي وسيلتي إليه أحمدا صلى وسلم عليه سرمدا في آله وصحبه وتابعين كما لخيره به نفع العين بقية المجزي له وللكتاب وللحديث دون زجر أو عتاب شهد لي بذا رقيب وعتيد قبل وربي قاد لي خير متود شهد لي بذا رقيب وعتيد قبل وربي قاد لي خير متود قد قدس عن مالك متليا وعن وسيلتي واني راضيا يا من وهبت لي كل ما احب ولسواي ما لم لست احب صلي بلا نهاية مع السلام على وسيلة المستعصي الظلام سيدنا محمد والآل وسند في الحال وفي المعالي وفي الذي هنا أقول اشهد لي وقلبه واقبله مني وببسر جلي
وبالذي هنا أقول شهد لي واقبله مني وببشر جلي بايعت قبل في ربي الأول وسيلتي والله ربي والولي بالقلب خادما له بقلمي كخمة شهاب وسلمي ومني يسترى الكريم كحبلا إقالة وخمتي تقبلا ناجيت ربي من المحرم لقلب ذي الحجة فخر الحرم إدى أهوام بذكره العزيز وجاد لي منه بخارق عزيز وقلت حامدا له وشاكرا له وام راضيا وزاكرا ينافيا إلي جر المنفعة وقلت لي درجة المرتفعة لسد كوني عبد ربي وخديم كوني عبد ربي وخديم وزيلتي الذي سيادة تدوم لسد كوني عبد ربي وخديم وزيلتي الذي سيادة تدوم وفي ردائك أدم حياتي يا باقيا لجاد بالآيات قد كنت شاكرا بلا تخربي ولا أذن لله ساعة قربي مرتليا أنه وقعد لي المنى وبي يبشر جميع الأمنا قد كان لي رحمن بالأمان لطابت الحياة كالزمان معوت ما مضى بتوبة النصوح بشارة لكل بارع فسيح مع إلهي بقدر عظمة ذات الإله ذات الإله وهي المعظمة جملة ما لم يكن أكبر رضا مما إلي جره سوء قضاء يا خير جالد وخير دافي وخير قائد وخير نافي قد بنت تدبير بتدبيرك لي ونقض البيع بطيبك الكري يا خير حافظ وخير ماكري وخير زائد منى لشاكري يا خير حافظ وخير ماكر وخير زائد منى لشارك رضيت عنك ذا مكوز شاكرا متهنيا بك دواما ذاكرا مد يدي بعد امتدادها لك للخلق ساءني لكونها لك كففتها عن طلب من غيرك مددتها نافعه بخيرك لكل مسلم وكل مسلمه وقيتها كل بلاء ومظلمه يا خير ناصر وخير غافر وخير من سخر كل كافر مرهك أفضل من الإحسان من ملك أو جن أو إنسان لكون مليك هو العطايا بما فيه العيوب والخطايا وكون إنسان البرية الحجاب على الذي فضلته مع احتجاب أما أطاؤك فلا يعد وليس يحسن ولا يعد لذاك خاصة الهداء كنت لي بتنبيهم قبل وسري سنت لي مد يدي إلى سوى مغني اتداء في سري والعلن إني اعتداء إنا وجدنا ما الكريم وعدا حقا هل وجدتم لسوء أوعدا مد يدي لغير ذي الجمال لم يكن لي من الكمال يا من نصرتني بالبرايا ولتقول بالورى قرايا وودني صغار والكبار بكونك الجميل يا جبار إني محدث هنا بنعمك إذ كنت لي إذ قدتني وكنت لي بكرمك فقلت مثنيا عليك راضيا عنك وبيري لا أدوم معليا صلي بتسليم على المشفه ولا لوسابي وكوس والشكر يرفعي صلي بتسليم على المشفه ولا لوسابي والشكر يرفعي يا واحدا قد جل أن يضاها وأن يشارك بشيء ضاها وأن يماثل وأن يباها نبهتني وسبتني انتباها صلي وسلم سرمدا على العالمين يا من لوجهك الكريم لا امين الى سواي ما نهيت مطلقا سرت باستراء ام به المطلقا قد قدتني يا خالقي وكنت لي وعطني عن الاسى وصنت لي ربيتني شفيتني من دائي كما كفيتني سبيل ابتدائي ربيتني هديتني شقيتني كسبتني اطعمتني رقيتني وكنت قبل خائفا مضطرا منجذبا عن البرايا طرا منتجئا اليك بالمختار بافضل الخدم ساستتاري فقتني بي اليك يا جميل فسرمدا الى سواك لا امين يا من وهبت لي خير تحليه من بعد ما ربيتني بتحليه
صلي بتعليم على خير الورى كما وهبت لي منى وصورى يا من وهبت لي اجور الشاكرين كما ألنت لي قلوب المشركين ومن لدنك لي يقوت علما قد فاق سني ومهوت ظلما فزدت خلك وحبك بلا تكلف ولا اثر ولا بلا عبدا خديما بمدادي والقلام وبسواها دون كد او ملام عبدا خديما بمداد والقلام وبسواها دون كد او ملام ولي تقود ما التهيت ابدا بلا اذن ان يختفى او قد بدا ولي جعلت خير بدر وثواب اكلي وشربي جالبات لثواب ولي جعلت النوم اعلى خيري ولي تقود منك على ميري ولي جعلت النوم اعلى خيري ولي تقود منك على ميري ولي وعدت أنفعت تلاوة وخدما تخلد الحلاوة صلي بقدرك وسلم سرمدا على الكريم ذي المزايا أحمدا وآله ما سعبي الكرام يا من يقول لي أفضل مرام يا من وهبت لي عودا أحمدا يا واحدا ليس يزال سمدا صلي على سيدنا محمد وآله وصحبه والحمد يا من على النبي صلي بسلام في آله وصحبه يعني في علي وصحبي عني السلام يا من على النبي يصلي بسلام في علي وصحبي عني السلام سميتني قد أن بعبدك الخديم يا من يقول لي بشارة تدوم يا من وهبت لي أفضل الكلام كما كفيتني دواهي الملام صلي بتسليم على المبشري في ربي مخلدا لبشري ولي بكونك الشكور اشهد لي وبالذي يزيد شكري جد لي يا خير رب كان لي ومنى علي بشر الذي استكنى صل على سيدنا محمد وآله ما سعاد بالحمد كليتي حمدت مطلقا كما حمد كل من جعلت حكما واشكر شكوري واستجب وأطلقي موسعا يا خير موت مطلقي وسرمدا صلي عليه بسلام وجل نظامي به خير كلام يا ربنا يا خير واهب وحب قضيت لي حاجي من غير رهب قد قلت لي كن فيكون أبدا يا من يباهي بالكرام عبدا بجاه سيد الورى صلي وصليا عليه بتسليم وأحمد كليا بجاه سيد الورى وصليا عليه بتسليم وأحمد كليا يا واهبا وهب لي توفيقا وعند سيري كنت لي رفيقا صلي بتسليم على الوسيلة سيدنا الذي أري سبيلا محمد وآله وصحبه وسب خطي انقطاع اللحب يا من وهبت لي تلاوة كما تهيب يا وهاب يا من حكما لي بتلازم الكوامل الصحة مع الذي اخترته مع الصحة وبتلازمي الذي فاق القيام في كل ليلة كما فاق الصيام وقلت لي بركة لا تنصرم قد لازمت توسعة لا تنخرم مباركا في قلمي وفي المداد وجدت لي في كل شيء بالسداد ولي جعلت ما كتبت أكبرا رضا لديك قد يسر الكبرا صل وسلم ولتبارك أبدا على الذي كوني خديمه بدا بفلك البادي وجاهي نظيم واكتب له منك بذاتر النصيب عد حروفي بلا انتهاء بشارة وزب به لوائي يا من رليت عن كذا استغنائي بك عن الملوك ذا الزنائي عليك مزلي جبت لي صفائي بلا معادات ولا جفائي عبدا خديما بالدواء من عافية سرا وجارا ذا خيور ضاهية صلي بتسليم يدوم سرمدا على نبيك رسول أحمد وآله وصحبه وبارك يا واحدا سواك لن تشارك يا من رضيت عنك يا مقدم صلي على من اسمه مقدم سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال وفي المعالي يا من عصمت كلكلي وجسدي كما نفيت لي سواي حسدي صلي وسلم وتبارك سمدي على النبي المنتقى محمد وذبر الواضي عنك يا صمد يا رافع السماء من غير عمد
رضيت عنك ربي في الأيام رلاز الصلاة والصيام رضيت عنك الدار يا إلهي وعن حبيبك رسول الله وسيلتي وحرمتي وجنتي عن الحساب والعزاء وجنتي سيدنا محمد فسرمدا صل وسلم عليه واحمدا 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 بجاهه كليتي وتقبلي مني جميع ما يفي من قبلي يا من محا أني ما تقدم وما تأخر وكلي قدم صل بتسليم على المجمل سيدنا مكمل المكمل سيدنا محمد وبكني قل لي ما لي بشر لم يكني سيدنا محمد وبكني قل لي ما لبشر لم يكني وزد صلاة بسلام أبدا عليه بالآل ومن تعبدا بالحق من صحابي وتابعين كما لغيري أبدا سخط اللعين أصوت ما أبيت فبارك أبدا فيما أغسته وما منه بدا وزد بأني منك ذو رضائي وبك شاكرا وبالقضاء كفيتني محرما ومسكرا وكل مكروه شرحت كالكلا جعلت كل ما أبهجته ليا خير رضا عندك إذ كنت ليا جعلت غير ما تركته لجا لي رباحا وهيري لم تليا تقود لي في موضعي ودوري ما زلت يا من جبت بالبدور كتبت لي الأسرار في الكتاب وفي الحديث ما يحيى العتاب فتحت لي فتحا مبينا يا كريم وبيرا لي تقود ما أروم كفيتني ضر السماء والأرض ولي قبلت ما مضى من قرض كفيتني ضر الهواء والضرر البرد والحر وكل ذي غرر وضر كل ما غلقته وما تغلقه وبي هديت الأقوما كفيتني ضر البرايع ملقا أن تعطى كل مكرما ومطلقا ما أعطى أيدي بي تبشر الجميع ما أعطى لي من الله آلي يا سميع وبي تبشر الذي رآني وقلت لي منافع القرآن وبي تباشر الذي رآني وقلت لي منافع القرآن يا رب كن لي برضا وكن معي في أبد بما يسر واسمه هني ما أوتر بما تقدم وما تأخر قبلت الخدم وأبت لي في البر ما كنت أروم في البحر من خير منى ليس تريم وقد أمت من تغوى السرى يا من ما لقى أنا ونصرا وقد أمت من تغى وحسرا يا من ما لقى أنا ونصرا وقد أمت من تغى وحسرا يا من ما لقى أنا ونصرا فصرمدا كلي بما أحب أنت الإله الخل أنت الحب تقود لي جملة ما أهواه يا من له الكون وما حواه كفيتني الحساب والأمر أعضا وبير لا تقود لي أغراضا سخرت لي الأعداء يا قهار وساقهم لغيري انقهار وبعضهم صرفتهم بموت من أمته منهم فريد عب الزمن لي كنت سرمدا بخير توسعا وخير إهتاق ولي قدسا ولي وهبت ربي كوني جارا باقي لي خيري أصحب الفجارا وكوني الدارين جارا مصطفى كذبي مع بقاء واصطفى عليه صلي وسلم سرمدا يا خير من بخير نسمي حمدا وسلي أني قدرا جئت عنك وانه طالبا صلاة منك عليه بتسليم فوق عددي في آل والأصحاب أهل المدد وأعط لي بجاهي توفيقا وكنت لي خليفة رفيقا يسرت لي بجاهي العسيرا فسرت لي كتابه تفسيرا هديتني بجاهي مقدسا سري به فلا ألاقي حندسا وأعط لي في الأرض والسماء حبا وتامنا مع النماء حزنتني من كل سوء سرمدا وخدت لي منك رشادا حمدا
خليتني قبل عن رسائلي وبعد قد خليت بالفضائل وسد بأني عنك ذو رضائي وبهزيمتي عن المضائي وسد بأني عنك ذو رضائي وبهزيمتي عن المضائي بالذكر والحديث للجنات يا واهب البقاء مع جناتي خليتني ربي بأفضل المنن يا من كفاني يا أهدي سنن حليتني ربي بأفضل المنن يا من كفاني يا أهدي سنن فصل سرمة وسلم يا كريم على الذي بجاهه منك أروم فصل سرمة وسلم يا كريم على الذي بجاهه منك أروم فصل سرمة وسلم يا كريم على الذي بجاهه منك أروم ألا تواجه إلي أبدا سألي جرو أصفا أو كبدا يا من كساني وسقى وأصبها واختار لي دنيا أخرى تربها سلي بتسليم على المشفى ولا لي وسهد وكل يرفه ربني أكون فوق كل من يظنني غير حبيبه زمن يا مغنيا قد جل أم مشاركي صل وسلم سلمة وباركي على نبي محمد والآلي وسهدي يا من له سؤالي واذكر شكوري يا شكور الشكرا كليتي يقي أظن ومكرا وجهتك اليوم بشكر يبقى بقاء ملكك وتعطي سبقا فقلت والفؤاد مني تعبا وقلت لي ما لم تريد الأقطاب فقلت والفؤاد مني تعبا وقلت لي ما لم تريد الأقطاب لله ربي الذي لي رعبا هداية ومها الأمراض أنا في رحمن للرحيم من كان لي بالجود وترحيم شكري يا من دكسس بدالي أمامها النساء والجدال لله ربي الذي رزقني ما تاب لي وكرما وفقني وجاد لي بوطن وأهلي وأنفادي أزال جهلي فقمت محمودا إليه منه بي عليه ورديت عنه وقاد لي سلب والهدايا ولسوى نهبي انتحت هدايا وانصرفوا إلى سواي أبدا بصرف باقي الخير رب وبدا ووجهوا إلى سواي أمرهم بلا امتحان ولسواي مكرهم من بعد ما لي راضهم برعوده طرا لغير مغنيا بفيله حمد وشكر خلد الإكرام سرا وجهرا هذه كرامة لله ربي الذي عصمني في البر والبحر كما أكرمني وقد كفاني شرك الخناس والجن والخلق من والناس وسانني من آفة إدراء وضرر التعليم والإقراء وضرر التعليم والتعلم وكل شيء جالب لظلمي حمد وشكر ورداء مني ومنه جاءني المنى بالمن لله ربي الذي لا أشرك شيئا بي حين سواي أسرك وقاد لي الأمان والصفاء وقاد لي سرا كفى جفاء حمدي وشكري بهما أكون عبدا له جل ولا أكون عبدا لخيري كما للمصطفى سرت خديما وانا للاستفاء عبدا لغيره كما للمصطفى سرت خديما وانا للاستفاء لله ربي الذي بظفري قد جاد لي في حضري وسفري حمدي وشكري وله إقبالي بلا التفات وأطاب بالي لله شكر وكفاه المكرى من عبدي الذي أدعم الذكرى بقلبي وباللسان والقلم وبخديم المصطفى سعنا العلم ملازما زمنك ولا يريم لو يقول منه ما شاء الكريم مسليا مسلما عليه بآله زاخمة لديه يشهده بأنه قد قبل زمنك ولي رداه استقبلا لله حمد مع شكر وجبا من عبده الذي أراه عجبا كما له بلا أزم قد قاد المنى لو تقول عرفات ومنى وصلواته مع تسليمي على ابن عبد الله يجي تعليمي
أفضل من ربى ورقى من طلب مولاه وهي مالي أختار الصلب سيدنا محمد والآلي وسبيه في الحال والمالي لله ذي الجلال والإكرام حمد يجود لي بالمرامي لازم شر يزيدنا هنا رمحا وأجرا ورلاء وهنا وصلواته ما تسليمي على رسول الله ذي نظومي سيدنا محمد حبيبي في كل مائل له لديني صلى عليه ربه في كل من يحب من قاد لي به الأمن لله ربي الذي أطعمني خير الطعام والهدى الألهمني وقد كفاني هداه المغوية وقاد لي منه فيوض المروية حمد وشكر بهما أهل النعم كما يحبني دواما بالنعم لله ربي الذي لي قعدا ما طاب قلبي به فانقادا حمد وشكر قد يدومان بلا نهاية مرتجيا أن يقبلا مني شكوري بقدر عظمى ذات الكريم الأكرم المعظمى مصليا على نبي المشفع عليه خير صلوات الأنفه مع سلامي بعلي الكرام وزبي وانقاد لي خير مرام لله ربي الذي قد سعد لي سري عن الكون معا وكان لي حمد وشكر قد يلازماني ويتزايدان في الأزمان حمد وشكر قد يلازماني ويتزايدان يداني في الأزمان وصلواته بلا انتهاء على ابن عبد الله البهاء سيدنا محمد والآلي وسهدي وانقاد لي سؤالي لله ربي الذي أراني طريقة مهادية أدراني حمد وشكر وصلاة وسلام منه على حبي جوامع الكلام سيدنا قروتنا محمد والي وسهدي والحمد لله ربي الذي سقاني خير شراب والهدى وقاني حمد وشكر وصلاة على وسيلتي له الذي علو العلا سيدنا محمد منشرت خديمه ودينه نصرت متقليا به عن الملوك كما به خنيت عن سلوك يا الله يا وهاب يا شكور لك هل يسر مدى شكور يا الله يا حفيظ يا معين بك لخير يقصد العين لك علي الشكر بارتجازي يا واحدا أكرم بالإنجاز فاشكر شكوري بقدر ذاتي وزد بلا مضرة اللذاتي عصمتني من جملة الآفات لك ختابي ولك التفاتي يا الله صل بسلام قد بهر على الذي كوني قديمه زهر سيدنا محمد والآل وسام في الحال وفي المآل يا من وهبت لي خير شكري به كما صنتني من مكري ومن جميع ما يؤدي لضرر وكل شيء جالب إلى غرر يا الله يا من يري ناس لقم يا من كفاني الحساب والنقم يا الله يا من يري ناس لقم يا من كفاني الحساب والنقم صلي بتسليم على المعظم ولالي وسام وكل عظيم وسل بأني عن كراد عبدا بخير جيد لي وداك أبدا من هذه ساعة للجنان زاقمة للمنتقى الأضنان يا من خذوت عبده خديما لعبدك الذي حوى تقديما صلي بتسليم ما تكرمي على نبي المجتبى المحترم صلي صلاتك بتسليم جرى على الذي لي تقول الفجر سيدنا خليلنا حبيبي بغية كل عابد لبيبي محمد وآله وصحبه وخط يجعل قائدا للحبي يا من عفا عن والدي وأمي ومن يحبني بغير غمي وخبت بي فيك وفي خير الورى عن الورى ولي وهبت صورا قد خبت بي قبل مع المختار عن جملة الأكوان ذا استتاري عبدا خديما في البحور كائنا بك مع الخلق هناك بائنا
أبنيت بعضا قد تنين للمسلمين والمسلمات يا إله العالمين. وجدتك اليوم بعزار جزي وجدت لي منك بوعد منجزي. وجدتك اللهم أيضا شاكرا من البسيط راضيا وذاكرا. وجدتك اليوم بشكر النعمي قولا وفعلا أنت خير منعني. شكرتك اليوم بقلبي والقلم ولسواي يتوجه اللمم. شكرتك اليوم بقلبي والقلم ولسواي يتوجه الألم. جعلتني عبد الإله وخديم رسولك الذي سيادته تدوم. صل بتقديم عليه يا من أما بابك يفوز يا مؤمن. صلي بتسليم عليه يا من من أما بابك يفوز ويا من. صلي بتسليمك يا من حقق لي الرجاء مبشرا محققا على نبيك رسول احمد في اسمه يا خير باخر حمدا. يا من بفلك العظيم ضمني بك اليك لي مطيعا زمني. صلي وسلم سرمدا على نبي في اسمه وارفع شكوري مطنري. يا واهبا منه اتت مفاخر اقبل شكوري قاده وآخره. يا واهبا منه أتى المفاخر اقبل شكورا قاده وآخره. يا مرحماني عن الأعدائي لجنة الخلد بغير دائي. صلي صلاة بسلام النامي على سبيل الأرفع الأنامي. صلي على سيدنا محمد في اسمه يا من حمى عن كمدي. واسم شكوري انك السميع يا من اليه يرجع الجميع. وجل عندك احب شكري اليك دون غرر ومكري. لك شكري بفعلي والبدن وقد كفاني اهداك زاهدا. قد استجبت لي رضا دعوايا وقلت لي رضاك في هوايا. لله شكر دائم لا يضلى من الذي في عبد لا يبلى. مصليا على نبي العالمين على سمي العربي العالمين سيدنا محمد بحر ندى. يا من طردت كل شخص فندى بجاهه الى سوى ما اغتر لي. يا من ايالي بلدى يمير لي. وجدت لي بقلمي وباللسان وجسدي مصحف مع الحساب. وجدت لي بقلمي وباللسان وجسدي مصحف مع الحساب. وجدت لي بقلمي وباللسان وجسدي مصحف مع الحساب. ملازما خيريك في الدارين ذا عزمة من رؤية العارين. لله حمد دائم لا ينتهي من عبده الذي له يستغي. لله حمد دائم لا ينتهي من عبده الذي له ما يستهي. بفله منه ويرتجي غدا ألا يفارق رضا ورغدا. وصلواته تعالى سرمدا على إمام المرسلين أحمدا وآله وسعدي سبيل الهدى كما يقود سمني لي وهدا. لله ربي الذي استجاب لي ولا يواجب الحجاب. لي أبدا حمد يجر زيدا كما إلى سواي ساق الكيدا. لي أبدا حمد يجور زيدا كما إلى سواي ساق الكيدا. وقاد لي منه إجابة ضعا من بعد ما ناجيت قبل بدا. وقاد لي مخجلك هو مخجلا ضمائري ولا يريني وجلا. وصلواته منه جل بالسلام على الذي به كفاني الملام سيدنا محمد والآل وصحبه الخري سبيل المآل. لله ربي الذي قد جعد لي بكونه لي الوصول قاد لي. لله ربي الذي قد جعد لي بكونه لي الوصول قاد لي. حمد وشكر بلغ النهاية وكان لي بالحفظ والرعاية. وصلواته مع سلامي على الذي تصره أقلامي. وانقاد لي حج وجوار وكل خير دون خوف وبوار. سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل. لله ربي الذي مني قبل كليتي وعنده غيري قبل. إلى جنان كل حمد والشكر وصلواته على العبد الشكور. جعلت لله علي كليتي وديعة وكان لي بنيتي. ظننت وهو عند ظنيت عبدك زننت وهو عند ظن عبده أني يخله وخل عبده. زننت وهو عند ظن عبده
أني يخل له ويخل عبده وأنني حب له وحب رسوله وحب من يحب وأنه كان معي وكان لي في كل شيء وصف الزمان لي وأنه يقود لي في عبدي ما شئته منه وأفنى كبدي وأنه صرف عني قبل جملة ما به يجيء قبل وأنه وهب لي في دنيا ما اعتر لي فيها بغير دنيا وأنه خديم لي بسرايا في هذه الدنيا وفي أخرى آيا وأنه إلى سواي صرفا ذري وما يسوءني فانصرفا وأنه وهب لي الكتابا ولي لا يواجهني تعبا وأنه ليختار بيه كحكما من افتراها وأفعل الحكما وأنه أني يسلي بالسلام على النبي كما محا عن الملام وأنه قد هال قد أن عبدا بيني وبين ما اختفى أو قد بدا من مفسد وحال في الدارين بيني وبين النار والآلين وأنه وهب لي عاداتي حتى أخذت كامل ساداتي وأنه لطف بي لطفا يفوق ظني فإنه خليفة الرفيق وأنه كفاني العذاب كما الذي كابدني أصابا وأنه يرزقني من حيث لا أحتسب الدار ويعطيه الأمثلا وأنه وهب لي فيه وفي خير الورى ما لي سواي لم يفي وأنه وهب لي وفي نبي ما لا يراه أقرب وأجنبي صل عليه سلمة وسلما في أهله وصحبه والعلماء وأنه في وأنه بي فرح الرسول في خدمة التي تزيد خير رسول وأنه أني محا عيوبي كما به الإجادة بالغيوب وأنه أني محا عيوبي كما به الإجادة بالغيوب وأنه لي يقول ما أحب كما أحب سائقا ما لا أحب إلى سواي قبل أن ينتهي لي كما لديه الذر محيا وأنه كليتي بتحليا هدى ولا يروم مني تحليا وأنه طرد إبليس اللعين إلى سواي طرد باق ومعين وأنه وجهه لغيري مؤيسا مني بإذن خيري وأنه وجه لي ما ينفع ولسواي ساق ما لا ينفع وأنه وجه لي ما ينفع ولسواي ساق ما لا ينفع وأنه وهب لي ما لم يكن ولا يكون للورى بلفظكم وأنه جعل ما كتبت كما كتبت وما كسبت وأنه جعل ما كتبت كما كتبت وما كسبت وأنه لي كان في تفسيري وأدوم التأمين ذا تفسيري وأنه لي كان في تفسيري وأدوم التأمين ذا تفسيري كتبت في ذا اليوم أن ربي قضى حوائجي ونعم ربي فإنه نعم بقوله بني يكون الشيء الذي لم يكن ناجته سنين وهو أكرم من كل ما ينمي إليه كرم ناجت خالق الورى في البحر والبر خادما لبر البحر ناجت في البحر وبر بسور والآية من أنسن فلنا صور وجهني جزاء ربي وجزاء خير الورى فيما كتبت رجزاء بنت وجعت سنين وحدي لوجه من كفر وصول الجهد أخرجت خير الخلق ما يديم بسر له إني له خديم فارقني الأعداء بتوحيدي وخدمة المصطفى الوحيد ألهمني في قل هو الله أحد مخجل جملة الهدان هذه الأحد زبدت عن ذات النبي والصفاء إذا تهوى من فلم قادت صفاء كتبت موقنا بأن المصطفى صلى عليه ربه كما اصطفى خلي وحبي وأبا مضرتي ورام من ربي الورى مسرتي الله ربي والنبي أحمد وسيلتي له وأني أحمد سيدنا محمد صلى على مسلما في اسم من على هلا قد حال بيني وبين كل من يسوءني فانقاد لي خير الزمان لله ربي الذي هادي قضى وليخلد بشارة القضاء حمدي وشكر وصلاتي أمها خير سلام يا حرام الجمع فيه الذي على الأجل افترق من الفضائل وقد هدى الفرق سيدنا محمد والآلي وسهبه وقاد لي سؤالي
ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها لبيك ربي وسعديك والخير كله بيدك عبدك الداعي بين يديك قائلا يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك صليا على من سمي محمدا احمد وهو حامد والال وصحبه ذوي المحامد وانك القدوس والسلام والمؤمن المهيمن العلام فرمت منه ان اكون الطاهرا وسالما على الاهالي قاهرا وان اكون ذا امان ووفاء برمه المحمود خير من وفى فصل سرمدا الهرى الأحيد الهاجر الماهي الفرع الوحيد وآله وسابه وقدسي شريبه ونجني من عندسي وهدي الأمان مع سلامة وتقني الجفاء والملامة ومد مكاتب إيمان ورقني لك بها يا رب والمكرقني ومهيوب والتساكن جرني ما سعب وبهم بشرني أنت العزيز رب والجبار لك سخار ولك الكبار فرمت منك عزة تدوم وإنني للمصطفى خديم فسرمدا صلي عليه بسلام ورم بالجبر بفعال وكلام ورم من كسر في العقائدي بالجبر والتدين به فوائدي صلي على ياسين طاقدي ولالي وسابس بالمناقد والتجبر الهدابي لي على ما سرني يا ذا السماوات ولا وجل مكاتب إيمان خير مهاد لك الجوار وكحج وجهاد أنت الذي بالمتكبر الدوي يا خير من يا خير مرجو وخير من دوي مني تكبرا ورلي أهله بجاه من فضلته وأهله بطاهر وبطاهر المطهر الطيب من لك توجهي به كل زمان بطاهر المطهر الطيب من لك توجهي به كل زمان وسرمدا صلي عليه بسلام بآله وصحبه جعل الظلام وطاهرا لي به من هيبي وغفرا يا كلها وريبي يا الله يا خالق يا بارئ يا من جاد في الخميس لبرئيا يا الله يا خالق يا بارئ يا من جاد في الخميس لبرئيا صل صلاة بسلام جيدي على وسيلتي إليك سيدي وعلي وصحبي واسعد لي بكونك الحمد وسولي قبلي بكونك المساور الغفار يا ولي ساخر لي الكفار صل وسلم من على رسولي ولعلي وصحبي وسخلي سولي واغفر به لخطئي وعمدي وارفعه إليك يا كريم حمدي بكونك القهار والوهاب يا من نفع عن الأذى إذهابا صل على نبي رسول رحمة ولا لوساب وزدني رحمة ولخير العدا وهب لي مطلبي ونجني من الشقى وصلبي بكونك الرزاق والفتاح يا من جعلت المصطفى مفتاحا بكونك الرزاق والفتاح يا من جعلت المصطفى مفتاحا صلى الله بسلامك حكما سميته قيما ندبا حكما صل عليه بسلامك كما سميته قيما ندبا حكما وليها رزقا وفتحا يغنيان في أبد وكل ضر ينسيان بكونك العليم والقادر يا مجاد لي يوم الخميس بالضياء صلي على جامعه وهو المختفي ولالي وسابي ومن قد يختفي وسلما عليه والتهب لي نافع علم اسفك اتكر لي واني يقبل سرمدا كل اذى يا خير من كفى البلايا والاذى بكونك الباسط والخافض يا من عن جناتك فسوءا قل لي بكونك الباسط والخافض يا من عن جنابيك فسوءا قل لي صل وسلم على المقفى ولا وساد واني كفى جمله ما يسوءني والتبسطي لي الذي يحب كل مفسدي جمله ما يسوءني والتبسطي لي الذي يحب كل مفسدي واحمل هدايه لي دوام من وفني نررهم وتهدني والتصدي
المحسنين بكونك الرافعه والمعزه يا خير من رفعها او اعزه صل على من للملاهم بدا للخلق مرسلا وحقا ابدا وعلي وسعدي وسلمي وكل مؤمن وكل مسلم وارفع اليك املا مشكورا يا من له وجه الشكورا وليجد برفعه وعزه ودمني لشهداء الاعزه بكونك المزهل وسميها يا خير من راد الهدى جميعها صل على الهادي رسول راحه ولالي وسعدي وهبي راحه ولاذل كل من عاداني بجاهي يا من به هداني واسمع تضرعي بالقبول وتهدني اليوم الى سبيلي بكونك البشير يا حكم يا خل اياما بلطيف سميا صل على الكامل والاكليل ولالي وصحبي ذوي تجميلي وليها بصيرة وحكمة والتقني من حسدوني بكما وليها عدالة وتهبيا ولجميع المسلمين ربيا بكونك الخبير والعليم سلم بلا امتحان وزد تسليما على نبي المدثر المزمل ولالي وصحبي وقصدي كملي بكونك العظيم والغفور يا قاهرا يروضني كفورا صلها المطار عبد الله وسيلتي لك حبيب الله وسلما عليه بالله الكرام وسهدي ولي كامل المرام وهبني التعظيم والغفران بجاهه والتقني الخسران بكونك الشكور والهلي يا من ارتجي منه قبول سعيا سلها الماه سبيل الله وسيلتي لك نبي الله وآله وصحبه وسلم وبي بشر ربي كل مسلم واذكر به كليتي ليهب ليأتي لا أنت خير من يهب بكونك الكبير والحفيظ يا من هدى معناه والملفوظ صلي على البر النجي الله وسيلتي لك كليم الله وآله وصحبه مع السلام ومدى قائدي وفيلي والكلام وليهب به رلاك الأكبر وضمني إلى سعاب الكبرى وأخذ بجاه العظيم كلي من المفاسد معا وكن لي يا رب ربنا بكونك المقيتا يا من يسوق لي حلالا قوتا صل على ناصر الدين تسليمي ولا لوسائل سبيل العلوم وجل بجاه العظيم كلي من اعظم القرب ولتكن لي وانصر وانصر بي كل نصورا عزا وانك جهني به معزا يا الله يا حسيب سل بالسلام على الذي لك به هذا الكلام سيدنا خاتم الانبياء ولالي وسابي وذوي الرياء وجل حسابي ما مضى قبل الربيع يا عاجزا من آم الدكسس المبي وليكن ما لا يكون ابدا لمثلي الدهر وبسري ابدا واقطع بكن عني جميع الحجب لك جني سرور النجبي بكونك الجميل والكريم يا من يواجه لي تكريما صل على خاتم رسلك الكرام وسلما في آله بلا انشرام وليهب بجاهه جلالا وكرما وتقني ضلالا بكونك رقيب والمجيبا يا مغنيا تجعلني نجيبا صل على امه وساك المنجي ولا لي وساب سبي ترجي وسلما وحبي المراقبه ولي وجه سرمدا مناقبا ولستجب إجابة تجر لما فؤادي سرمدا يسر وتقني بجاه الأحزان دنيا أخرى وكني الميزان وتهيني وكل ياس من حساب وجل حياتي به خير احتساب بكونك الواسع والحكيم يا واهبا تجعلني حكيما صل على مذكر المنصور ولالي وصعب ذي النسور وسلما وليخل التوسعه فيك وفي زار داء وسعه وابي الحكمه والنزيره وأبي الحكمة والتزكيرا والنصر واجعله أموري مشكورا بكونك الودود والمجيدا يا رافعا تهب لي تمجيدا صل بتسليمك سرمدا على نبي رحمتك أحمد العلا ولا لوسعد وهب لي الودا وقرب منك ورضا أجدا وليهب بي صلاتي خفل خلف وأن يواجه إلي طرفا وليهب مجادة لن تكوني إلا لمن رضيت عنه بكني
وليهب مجادة لم تكن إلى لمن رضيت عنه بكني بكونك الباعث والشهيد يا من أؤكد له هودا أوصي صلاة للنبي توبة ما سلام وفي كل حوبة صل عليه في جميع الآل وسهب واستجبي سؤالي وسل جهاتي معه لبدري وبه منصرني وأعلي قدري وسد توبتي وبه واقبلي توبي وبه والتكرم قبلي وتب علي يوم ومعيبي وجل مكاتبي وتب على الغيب ولي أبي كل حرف ما يفوق أسرني من الخيرات يا خير رفيق في كتبي وكل يجهر كسيام وجل منامي مثل أفضل القيام ولي أبعد لقطري نذب حري وجملة الأمطار يا زل أفري ولي أبعد لقطري لفري وجملة الأمطار يا زل أفري وعد ما يديب فيما سمع فيها زمما بالماء قد أنت معمما وعد ما يدب فيها زمما بالماء قد أنت معمما بما لي اختار لديك ويهلي جميع ذلك بكل ينجهلي مما لي اختار لديك ويعلي جميع ذلك بكن يرجعلي بكونك الحق وكيل سلي على الحريص أبك المجلي وآله وصحبه وسلمي وبه بسر بكل مسلم وجل به كل لديك حقا يا خير هادي للهدى للهدى قد رقى وجل به كل لديك حقا يا خير هادي للهدى قد رقى أنت وكيلي فعليك أتكل ولا يده من عليك يتكل بكونك القوي والمتيتا يا مغنيا كي يكسب لي متوتا بكونك القوي والمتيتا يا مغنيا يكسب لي المتونا بكونك القوي والمتينا يا مغنيا يكسب لي المتونا بكونك القوي والمتينا يا مغنيا يكسب لي المتونا صل على المعلوم والشهير ورالي وسابي زبي التطهير صل على المعلوم والشهير ولالي وسابي زبي التطهير وسلما وقويني ورقني بجاهي وتردو المكرقني بكونك الولي والحميدا يا من أوجه له تحميدا صل على الشاهد والشهيد وسيلتي لمالك المشهود وآله وصحبه وسلم وإنك اجعلني وليا علما وكن ولي وكن ولي وكل سمدا في أبد وكل يحمد وكل يحمدا وكن ولي وكل سمدا في أبد به وكل أحمدا يا الله يا رب الورى يا محسي يا مغنيا ثناءه لا أحصي صل على البشير والمبشر ولالي وصحبي زي تبشري ولي هب بجاهه من البشر ما ليس يخطر بك الكلي بشر بكونك المبدي والمعيدا يا من جعلت لي ربيع العيدا بكونك المبدي والمعيدا يا من جعلت لي ربيع عيدا صل على وسيلتي النذير من مضوه علي بالنزور وآله وصحبه وسلم وفيه فرح بي كل مسلم بكونك المهي والمميت وكونك الحي ولن تموت صل على خير البرايا منشر ما سلام للأعادي منشر والي وصحبي والتحيي قلبي وكل يدي يا محيي ومد عمري فيك والتسفي فيك وفيه وانا ان اكفي بكونك القيوم صلي بالسلام على نبي نور الذي جل الظلام والي وصحبي واصلها كل بي عبدا خديما مفلحا يا من كفيتني الازايا واجد يا من يروض لي الهدى يا ماجد صلي على سراج والمصباح وصلي وسلم زي الرباح وسلما ولي اوجد بكني اليوم ما لي قبله لم يكن ولي امدا يدوم وحمني عن كل ما يوزي ورل زمني وجل يا ربي اما في
وجل يا ربي أماني في صلاة وفي سواها وبي سخلي سلاة بكونك الواحد ربي الأحد والأحد يا صمد ليس له كفوا أحد بكونك الواحد ربي والأحد يا صمد ليس له كفوا أحد صل على الهادي نبي المهدي مع سلام طيب مرلي وآله وصحبه ورغلي اليوم كل مسكر مسرك بالفضل وآله وصحبه ورغلي اليوم كل مسرك بالفضل واجر هداي وهداك زجرا يكون لي عافية وأجرا واتق قلبي شرك والنفاق ورلي البحور والآفاق وانصر بي الإسلام والمهدية والمسلمين واهدني مرليا بكونك الصمد والقدير صل على من قد حوى تصديرا سيدنا المنير بتسليمي والآل وصحبه وزير تعليمي ولي بمدد قد فاق وفي مبي خالد نفاقا بكونك المقتدر المقدما صل على ما من حوى تقدما سيدنا داهي وزيد خير السلام بهدي وسعدي جعل السلام وليهك جملة مال الأولياء تنبه بكن وخلد نيليا بجاهه يا من مها قصد القدر لجهتي وليت طيب القدر يا أكرم النساء ما أدخره يا الله يا نافع يا مؤخر صلي بتسليم على مضوي وجنتي وجنتي مرجوي وآله وصحبه ووهدني بمكائد هداية تهني وسير الجميع لي أنصارا بجاهي ورلي الأمصارا بكونك الأول والآخر يا زاهر يا باطن يا منطقيا بأنك الفرد الذي لم يلد مقدسا عن زوجة وولدي وإنك الإله جل وصمد الرافع السماء من غير عمد صلي بتسليم على المجيب سيدنا مجاب والنجيب وآله وصحبه واجعلني في جيبه وفي المعاصي اشغلني وآله وصحبه واجعلني في جيبه وبالمال اشغلني اغفر بي لي الذي تقدم وما تأخر وشأني قدما وزاهري وباطني أصلح ما ولي بجاهي الأهالي يقمع وصل يا ولي هر الحفي يا خير من يجود بالمخفي وآله وصحبه وكن لي بكن دواما وتقبل كلي يا متعالي صل بتسليمي على نبي العفو بذي تعليمي ولا لي وسعدي كما مبيه أخذت بي زماني في الربيع يا برسليا على الولي مع سلام دائم مرلي وآله وسعدي وصلي بتوبة والبين بتوب والبيه معا وجود لي وآلي وصحبي واسهل لي بتوب والبيه معا وجود لي جلي بما أشاء وما أختار بكن به يا الله يا مختار بلا حساب سرمدا ولا سلب ولي وجه سرمدا به طلب لي جد بالقرآن والمزاني فلك سري من ربي زاني حبيبي وبالكتاب ما أشاء يا أكرمني يفعل كل ما يشاء وليها فيها وفي كتابي كوني سابقا بلا عتابي وليها فيها الخيرات يخدا في الكرماء ولي خلد رخدا جلي بأن أكون زان خراتي في سلك من هدوا بلا إفراطي أورثني الكتاب حبلي يصطفى وابلي السبق بجاه المصطفى وسرمدا صلي عليه بالسلام في آله وصحبه جلي سلام وسرمدا صلي عليه بالسلام في آله وصحبه جلي سلام وانصر علي بركاتهما بركة السهب ولي دعما واحمي حياتي برجال بدر عبدا قديما وتعظم قدري وطل عنهم وعن سهب الكرام وسرمدا تغلي بهم فوق المرام وجل كتابك حجابا بيني وبين كل مرض وريني وليهب تلازم التلاوة ورقد الحيش مع الحلاوة وليهب كوني سرور الدهر وبس كل سنة وشهر وفرحة الأيام والوقوت وليطيب مسكني وقوتي وليهب
كوني حبيب الله بكل ما لطف يا إلهي، وأن أكون فرحة المقدم بكل ما يسره من خدمي، وسيلتي وجنتي محمد صل عليه بسلام صمدي، بآله وصحبه وصحبه بتوبة والبيه صغلي سقلي، بآله وصحبه واسعد لي بتوب والبيه وسؤلي قل لي، يا رب إني تائب أواب لك وأنت الغافر التواب، ومن كرمت القربى زاد ترقي مصليا على نبي الحق، ومن كرمت القربى زاد ترقي مصليا على نبي الحق، صلي بتسليم على محمد وآله وصحبه والحمد، وتب علي وهدني هداية ليس يكون بعد خوايا، وليجد بالحق في عقائدي ومنطقي وعملي يا قائدي، وليهب مكارم الأخلاق يا خير هاد قائد خلاقي، زكيت النفسية فلا أنتقم لك فأنت المالك المنتقم، بل إنني على القوي والأمين أثني مصليا بتسليم أمين، صلي صلاة بسلام ربي على الخليل المتبع المحبي سيدنا محمد والآل، وسعد في الحال وفي المآل، وليب عدالة مع التقى في كل سين والتدين ليرتقى، أنت العفو ورؤوه وعفو فعفو هني في دارين يا من يعفو، أنت العفو ورؤوف فعفو هني في دارين يا من يعفو، أنت العفو ورؤوف فعفو هني في دارين يا من يعفو، وسرمدا صلي على المامون وسلما عليه لتامين في آله وسعدي الكرام، وليكن بالجود والإكرام وليها فيك وفيه فوقما، رجوت يا غافرا لانتقما يا مالك الملك بلا شريك، يا من يبيدك يا من يبيد كل شيء التذكير، صلي وسلم على الكريم والعلى وسام ذي تكريم، وسرمدا هب لي بلا حساب ما شئت وجه الغربة حسابي، وتجهل الذي من الغمات لاقيت قبل دكسش مماتي، يا الله ذا الجلال والإكرام يا مخنيا لجاد بالمرام، صلي وسلم على المكرم والعلى والأصحاب أهل الكرم، وسلي الدهر بأني راضي عنك فكوي سرمدا أخرالي، هب لي بكن فوق الذي أرجوه يا من إلي عنت الوجوه، وارزقني بك عن الأرباب وبمحمد عن الأسباب، وسرمدا صلي عليه بالسلام خلال وصعب والذكر ذا الكلام، أودعتك اللهم يوم الجمعة وديهة رجوت فيها المنفعة، أودعتك اللهم كلي بلا تناسين يا من كفيتني البلا، وجل عقائدي وقولي والأمل حقا وسغلي أبدا خير الأمل، أشهد أنك الكريم الأكرم الواسع الودود والمكرم، هب لي يا أبلي ما يغيب هب لي ما يغيب عن أنصاري، يا مغني يا مغنيا جل عن المثال، هب لي ما يغيب عن أنصاري يا مغنيا جل عن المثال، فيك وفي خير البرايا مطلقا من مثله في أبد لم يخلقا، وسيلتي وبهجتي وجنتي عن كل ما يسوءني وجنتي، محمد صلى عليه بالسلام في لال وصعب والذكر الكلام، مقسط يا جميع يا يا من له العرس كذا الكرسي، صلي بتسليم على المكين ولا لي وسيد ذوي التمكين، ولي يحفظ الإحساط في داعي في نقائدي، وأبي الإحساط في العقائد ومنطقي وعملي يا قائدي، واجمع بجاه العظيم بيني وبينه اليوم والزحزح بيني، وتغنني بك وهذه توسعة لجنة النعيم جد بتوسعة، أذكر جهادي الذي مضيت يا مغنيا في رجب أرضيت، أرضيتك اللهم بتوحيدي مع ثنائي على وحيدي، وسأت أمم لدى شعبانا جهادي الذي بدا قربانا، إن شعر بي الذي بالمنتجب قضى هوائي في شهر رجب، وأترك القتال في شهر الحرام لوجه من به وقاني الحرام، وسلمي تسليمي يا إلهي على حبيبك رسول الله
سيدنا محمد والآل وصحب في الحال وفي المال وموقفائح إيمان وبدل جميع رضا بلا تبدل وجل بقية حياتي رضا عندك وجهني مقدما رضا وتصلي الظاهر والباطن يا زاهر يا باطن وارفع شأني وتقني النار هنا وفي غدي وليخلني رضا في رخدي وتغنني اليوم أن يتسب بي وتقني كل أذن وتببي وجل متابي خالصا من قدري وسرمدا قني يسوء القدري وجل بيوغي رائحات أبدا يا خير موت مستر قد أبدا وجل بيوغي رائحات أبدا يا خير موت مستر قد أبدا وجل حروفي كلها إبادة واخري بها لي يا إلهي العادة وجل صحيفتي يا ربي خاليا من الغيوب ومعاصي العاليا وامنع فؤادي وخلامي واللسان وجملة لو سالما غير الحسان أنت الغني ربي أنت المغني صلي بتسليم على المستغني سيدنا المتين والمبين يا من بي في قربتي تسبيني والآل والسعب سوي الغناء بك وكلي والتسل العناء واليوم أخنني وبعد اليوم أني الذي تركت خوف اللوم أنت الذي خير النوال تعطي فتعطني فوق المنى يا معطي سخلي فوق غلبي وأملي بعد صلاتك على المؤمل وآلي وصحبي مع السلام وتقني بجاهي كل ملام وارحم عني كل ما مني صدر ولم يوافق رضاي هذا القدر وبدلا ولي رضاك الأكبر حتى أرافق الكرام الكبرى ماني مصليا على الوصول مع سلام زائد وصولي.